في زمن الشدائد بصير الذهب ملاذ آمن بيقصده الكثيرون للاستثمار. بس هل تعلم أن هناك العديد من الطرق للاستثمار بالذهب؟ إليك أبرزها: شراء الذهب المادي، وهي طريقة تقليدية بتتيح لك الاحتفاظ بالذهب فيزيائياً. يمكنك اقتناء السبائك الذهبية والعملات الذهبية أو حتى الذهب المشغول كالحلي والمجوهرات. صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب بتوفر فرصة الاستثمار في الذهب دون الحاجة لتخزينه، حيث تتبع قيمتها سعر الذهب الفعلي في الأسواق. شراء أسهم في شركات تعدين الذهب يلي بترتبط قيمتها بأسعار الذهب العالمية. وإذا كنت من المستثمرين الذين يفضلون التداول في الأسواق المالية، بإمكانك اللجوء للعقود الآجلة والخيارات يلي بتتيح إليك تحقيق الربح من التغيرات في أسعار الذهب. وأخيراً، بإمكانك الاستثمار بالعملات المشفرة المرتبطة بالذهب مثل تيثر جولد، واللي بيمثل كل رمز منها أونصة ذهبية، مما يجمع بين مزايا العملات المشفرة والاستثمار في الذهب. وإنت أي من هاي الطرق بتجدها الأنسب إليك؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.